بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إضافة عقد جديد في موقع سوان ليتو. موقع سوان ليتو موقع صادق وثقة وأمين وآمن ومضمون، ويدفع للجميع إلى حدود الساعة بدون أي مشاكل وبدون أي استثناء. تحدثنا وشرحنا وتكلمنا عن موقع سوان ليتو، سوف نضع لكم كل ذلك إن شاء الله أسفل الفيديو. كما ترون هنا في العقود، كما ذكرت لكم سابقا، موجود عدة عقود في موقع سوان ليتو. طبعا هذا العقد أنتي ماينر S9-13T، يعني اسم الجهاز أنتي ماينر S9 فيه 13 تيرا. هذا سعره بالدولار وهذا سعره بالبيتكوين. أقل شيء ممكن أن تشتري جهاز واحد في 13 تيرا. طبعا لا يمكن أن أشتري أقل من واحد جهاز، ممكن أشتري اثنين جهازين وهكذا. وهنا بقية التفاصيل لن أتكلم عنها، وهنا طرق الدفع لن أتكلم عنها، فقد تكلمنا عن كل ذلك سابقا، فمن أراد فليراجع الفيديوهات السابقة. وهنا كما ترونه أنتي ماينر S9-1T، يعني نفس الجهاز لكن يعطيني تيرا واحد. تيرا واحد طبعا هذه جهاز واحد في 13 تيرا، يعني أنا أشتري الآن جهاز. هنا هل أشتري أنا جهاز واحد وأحصل على واحد تيرا؟ يعني الجهاز هذا فيه واحد تيرا؟ في الحقيقة لم أجد في تفاصيل العقد أي شيء يدل على أنه سوف أخذ جهاز واحد وفيه واحد تيرا، أو أنني سوف أخذ واحد تيرا فقط، يعني جزء من الجهاز. فمن أراد فليتواصل معهم عن طريق الدعم الفني، وطرق الدعم الفني لديهم كثيرة وتحدثنا عنها سابقا. أنا في الحقيقة ما تحدثت عنها، أو عفوا ما تواصلت معهم عن ذلك، يعني ما تحدثت مع الموقع مع الدعم الفني عن هذا الأمر. على العموم هنا تفاصيل العقد، هنا بقية التفاصيل، من أراد فليراجع، تحدثنا عن ذلك. المهم هنا أنتي ماينر S9 في 1 تيرا بكم؟ $100. هذا سعره بالدولار، هذا سعره بالبيتكوين. طبعا ما يمكن أشتري أقل من واحد. إذا هل يمكن أن يكون جهاز واحد S9، يا ناس S9 وهو أحدث الأجهزة في الأنتي ماينر لتعدين البيتكوين، هنا يعدن بيتكوين وهنا يعدن بيتكوين، في 1 تيرا؟ ممكن الشركة شركة تصنيع الأجهزة الأنتي ماينر صنعت جهاز S9 فيه 1 تيرا؟ ممكن، لا أعلم. أو ربما شركة سوان ليتو تعطيك جزء، يعني تعطيك 1 تيرا في هذا الجهاز، يعني أنت ما تشتري جهاز، تشتري جزء وهو 1 تيرا في الجهاز. ممكن يكون S9 فيه، يعني شركة الأنتي ماينر صنعت نفس S9 ولكن في 1 تيرا، لذلك شركة سوان ليتو تعطيك S9 فيه، يعني تعطيك الجهاز فيه 1 تيرا. لا أعلم عن ذلك كما ذكرت لكم، أتمنى يكون الأمر واضح للجميع. طبعا ممكن أشتري 2 فيه 2 تيرا، 3 تيرا. على العموم وهنا طرق الدفع، هنا بقية التفاصيل. هنا أيضا أنتي ماينر T9-10.5 تيرا، يعني هذا بيعطيك جهاز كامل تعدين بيتكوين. أيضا في كم؟ 10.5 تيرا، تكلمنا عن ذلك سابقا، وهذا سعره بالدولار وسعره بالبيتكوين. انتهى هذا العقد، عقد أنتي ماينر L3-، يعني عدن إيش اللايت كوين، لكن راح تكون التسوية بالبيتكوين، يعني راح يحاسبوني بالبيتكوين وليس باللايت كوين. سعر الجهاز الواحد هذا طبعا هذا بالدولار وهذا بالبيتكوين، كم في 580 ميجا، طبعا هذا بالتيرا، لا
لأن بيتكوين، هذا لأن لايتكوين. وهنا أيضا هذا العقد انتهى كما ترون، انتهى. أنتي ماينر A3، طبعا هنا في التفاصيل العقد لو دخلنا عليه بيقول لك اسم العملة التي أنا سابقا أخطأت في اسمها، ما دخلت على التفاصيل. على العموم A3 لو تشتري هذا العقد أو هذا الجهاز عفوا، راح يعدلون لك هذه العملة، لكن بيحاسبونك بالبيتكوين. تسوية راح تكون بالبيتكوين، هذه التفاصيل حدثنا عنها سابقا. هذا السعر بالدولار، سعر الجهاز، وسعره بالبيتكوين. وهنا كم في 515 جيجا. طبعا اسم العملة كما ترونها موجودة، اختصارها SC. وهنا هذه اسمها بالكامل سايا كوين. اتمنى ان تستغلوا هذه الفرصة. طبعا من يريد الشراء هنا ممكن، لكن ارباحك راح تكون قليلة وراح تكون معرض لانهاء العقد. لماذا؟ لان يعني 1 تيرا قليل جدا جدا، وهم ياخذون هنا كما ترون رسوم إدارية ورسوم إضافية، هي رسوم المخاطر. رسوم إدارية 6%، رسوم مخاطر 3%. 3% هذه إذا بعد 3 شهور ما حدث انقطاع في التيار الكهربائي راح يرجعونها لك. وهنا أيضا رسوم الكهرباء كما ترونها أمامكم، فممكن ما يغطي. ممكن إذا شريت أنت جهاز واحد تشتري 1 تيرا، 2 تيرا، 3 تيرا، بدل ما تشتري الجهاز كامل هنا. لو كان هذا بالتيرا، ولو كان جهاز واحد تضيف على هذا، يساعدك أنه يعطيك أرباح أعلى، وكذلك يساعدك أنه ما ينتهي يعني العقد، يعني بحيث أن العقد لما نجمعهم مع بعض يصيرون يغطون تكاليف الكهرباء وتكاليف الرسوم الإدارية وتكاليف المخاطر. يعني الرسوم الإدارية هذه 6%، رسوم المخاطر أو تكلفة المخاطر 3%، وهذه رسوم الكهرباء تصير تكلف. يعني إذا شريت الحين جهاز واحد S9 13 تيرا، ممكن اجي هنا واشتري بعد 1 تيرا او 2 تيرا او 5 تيرا، تنضاف الى 13. لو شريت 5 تيرا يصير 18 اذا كان بالتيرا، ولو كان بالجهاز في 1 تيرا يعني صار عندي كم؟ 6 اجهزة. هنا 5 اجهزة وهنا جهاز، 6 اجهزة. كم فيها؟ فيها 18 تيرا. جهاز واحد فيه 13 تيرا، وكل جهاز فيه هنا 1 تيرا. لكن أبي أنبهكم إلى نقطة، هنا يقول 100 دولارين طالع. 100 دولارين ضرب كم؟ 13. هنا 1 تيرا، وأنا بضربه في كم؟ 13 تيرا، اللي هو هذا 13 تيرا. بشوف كم يعطيني؟ 1326، أكثر أكثر من هذا. يعني لو بشتري 13 تيرا هنا، أحسن لي أشتري هنا جهاز واحد في 13 تيرا بهالسعر أصرف. لما نخصم 1266 يصير 60 دولار. 60 دولار وفرتها لما أشتري هنا. يعني لو بشتري هنا 13 تيرا، خلنا نقول إني بشتري 13، اوكي بشتري 13 تيرا، راح يطلع عندي ب 1300 وناسي كم. لكن كما خرجناها قبل قليل في الحاسبة، لكن لما اشتري هنا 13 تيرا يعني جهاز واحد ب 1666، يعني اوفر 60 دولار. لكن يمكن اشتري جهاز واحد هنا، ما اقدر اشتري جهاز ثاني، صح ولا؟ ممكن.
فأجي هنا بدل ما أشتري 13 تيرا مثلا أشتري 5 تيرا حتى تنضاف على هذه وتصير كم؟ 18 أو خليه 7. ليش؟ حتى يكون 20 تيرا. الهدف بس إنه يغطي تكاليف الرسوم الإدارية ورسوم المخاطر تكاليف الكهرباء في حال لو نزل سعر البيتكوين وزادت الصعوبة، لأن الأرباح تكون قليلة حتى ما ينهى العقد. يعني حرام أني أدفع هذا السعر في الجهاز وما أطوره، أفضل 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 ما أشتري الجهاز ثاني، ما أشتري هنا وينزل سعر البيتكوين، تزداد الصعوبة التعدين، تقل الأرباح، تقوم الأرباح ما تغطي تكاليف رسوم الكهرباء ورسوم الإدارة ورسوم المخاطر فينهى عقدي. حرام يعني. يجب علي أن أكون دائم ومستمر في تطوير عقدي. أتمنى أن يكون الأمر واضح للجميع. ويمكن أنك ما تبدأ بجهاز، تبدأ من هنا مثلا، بس ما أنصح أنا بواحد تيرا، يعني واحد تيرا قليل جدا. اشتر 7، 5، 10، يعني زي كذا. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو، وضع تعليق على هذا الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.